للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أستاذ عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي. أستاذ عزت برحب بحضرتك معنا على إكسترا نيوز. أبدأ معك أستاذ عزت من آخر التطورات من تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي تحديدا بتحميل الوضع الإنساني بشكل أو بآخر من خلال تصريحاته في غزة للجانب المصري، يعني برأيك لماذا التصميم على تحميل الوضع الإنساني لمصر في داخل غزة؟ طبعا أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أعتقد أنه مسؤولية الوضع الإنساني تقع بالأساس على دولة الاحتلال التي احتلت القطاع بالكامل الآن ودمرت أكثر من 75% من مبانيه ومنشآته واستولت على كل المعابر الحدودية. فمسؤولية دولة الاحتلال في القانون الدولي مسؤولية واضحة، وهي تريد بهذه التصريحات إلهاء العالم عن استمرار الجريمة الكاملة التي بتهدو بالأساس إلى استمرار عملية الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني التي أدانتها المحكمة العدل الدولية، وطلبت من إسرائيل اتخاذ تدابير واضحة بشأن تخفيف حدة هذه السياسات والسماح به والكف عن سياسات التجويع في جميع أنحاء القطاع. الشهادات الدولية في هذا الشأن واضحة، والإدانة المصرية لهذه التصريحات ورفضها في محلها تماما. وأعتقد أنه يعني قبل قليل هناك يكفي أن ننقل عن المذكرات الداخلية لوكالة التنمية الدولية الأمريكية التي كشفت عنها صحيفة الجارديان اليوم، والتي تقول أنها دعت بايدن إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي الذي يتسبب في مجاعة في قطاع غزة، وأن إسرائيل أن أمريكا توفر غطاء لإسرائيل لإحداث مجاعة في غزة عبر عرقلة وقف إطلاق النار وجعل إدخال المساعدات مستحيلا. وبالتالي وأيضا أن إدارة بايدن رفضت أو تجاهلت مناشدات الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات. هذه أمور أعتقد أنها بتؤكد على أنه حتى الأطراف الأمريكية والمؤسسات الأمريكية مثل وكالة التنمية الدولية الأمريكية بتؤكد على هذا الأمر، وبتؤكد على أنه إسرائيل مسؤولة عن الوضع الإنساني الحالي في القطاع. عذرا للمقاطعة أستاذ عزت، لو تتفضل بالبقاء معنا مشاهدين الكرام. هذا الخبر العاجل، حيث أكد مصدر مسؤول أن إسرائيل هي من تحاصر قطاع غزة وتعيق خروج موظفي الإغاثة والأمم المتحدة وتقوم بتجويع أكثر من 2 مليون فلسطيني. كما أكد المصدر أن إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسؤولية عدوانها على القطاع واحتلالها لمنفذ رفح، وإذا كانت ترغب في فتح المنفذ فعليا فعليها الانسحاب منه ووقف عملياتها العسكرية هناك. وأكد مصدر مطلع أن خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول عدم إعداد خطة إغاثة لمواطني القطاع وحماية موظفي المنظمات الدولية العاملين بالقطاع. كما أكد المصدر أن مقتل موظف الأمم المتحدة بغزة أمس يؤكد تخبط الحكومة الإسرائيلية في تعاملها مع الأحداث بالقطاع. هذا أيضا كما أكد مصدر مسؤول أن إسرائيل لديها عددا من المعابر البرية مع قطاع غزة يجب عليها فتحها لإدخال مواد الإغاثة وتسهيل حركة موظفي المنظمات الدولية منها. كما أكد المصدر أن على إسرائيل تحمل مسؤوليتها كسلطة احتلال تجاه مواطني القطاع. الكثير من التفاصيل إلهامة أعتقد في هذا الخبر العاجل عن مصدر مسؤول رفيع المستوى أستاذ عزت، متعلقة بلي الحقائق، متعلقة بالتخبط داخل الحكومة الإسرائيلية، متعلقة بأنه بالفعل هناك أكثر من منفذ، أكثر من معبر يمكن لإسرائيل أن تستخدمه في يعني إنقاذ الوضع الإنساني في داخل رفح أو غزة بأكملها. كيف تعلق على هذه المعلومات التي جاءت في الخبر العاجل؟ أنا أعتقد أنه تصريح عن كل ما يجري الآن في قطاع غزة، خاصة بعد أنباء عن توغل القوات الاحتلال في قلب مدينة رفح واستعدادها لإتمام العملية بشكل كامل رغم كل الضغوط ورغم كل الاستنكار الدولي والمصري في هذا الشأن. أعتقد أنه
إضافة إلى هذه التصريحات يكفي أن نذكر ما قاله بن غفير الوزير الإسرائيلي عندما قال اليوم يجب منع إدخال المساعدات إلى غزة حتى إعادة المحتجزين. هذا الأمر يعني أن حكومته متورطة بشكل كامل في منع دخول المساعدات، وهذا هو الصوت المتطرف إلى جانب نتنياهو الذي يرفض بشكل قاطع مسألة إدخال المساعدات، ويقول أن استيطان غزة وتشجيع الهجرة الطوعية هما الضمان لعدم تكرار أحداث 7 أكتوبر. بالتالي هناك تخطيط واضح لمسألة إعادة الاستيطان إلى غزة وأيضا الهجرة واستكمال مخطط التهجير بشكل كامل. هذه سياسة حكومة. مسألة أنه نعم هناك أصوات داخل إسرائيل تريد التفاوض لإطلاق سراح المحتجزين وإنهاء العملية العسكرية عند هذه النقطة، لكنها أصوات أعتقد أنها أصبحت ضعيفة في مقابل أنه استمرار الوضع الحالي، وأنه حكومة نتنياهو لا يوجد ضغط عليها من جانب القوى الدولية الفاعلة للسماح أولا بإدخال المساعدات ومنع حدوث مجاعة كبرى في القطاع، والأمر الثاني هو العودة لمائدة التفاوض. إسرائيل تعطل التفاوض كلما حانت الفرصة، مثلما حدث أثناء التفاوض على الوصول إلى حل وقبول حماس للاتفاق في القاهرة، قامت إسرائيل في ساعتها بإدخال قواتها واقتحام رفح لتعطيل فرص الوصول إلى أي. هل هي محاولة أستاذ عزت يعني إقامة وضع ترسيخ وضع على الأرض؟ يعني الموقف السياسي المصري واضح منذ يوم 7 أكتوبر تجاه ما يحدث بأكمله وتجاه التحركات الإسرائيلية في غزة وتجاه عملية التنسيق أو عملية حدود وصول القوات قوات الاحتلال الإسرائيلية في غزة. والحقيقة أنه أيضا السياسة المصرية أعتقد أنها لا تقبل بسياسة الأمر الواقع بأي شكل من الأشكال. كيف تصف الوضع الراهن والتحركات على الأقل الدبلوماسية المصرية حتى الآن؟ نعم، ما ذكرته صائب تماما في مسألة أنه هم يريدوا فرض الأمر الواقع بالفعل يعني منع حدوث أي تقدم في المفاوضات، هذا أمر واضح، وأيضا منع دخول المساعدات ودفع الفلسطينيين إلى الهجرة. اليوم خرج من منطقة رفح أكثر من 480 ألف فلسطيني في اتجاه منطقة المواصي، منطقة غير مؤهلة بالمرة، وإسرائيل تعلم ذلك والمجتمع الدولي يعلم ذلك، وبالتالي هي عملية التهجير المستمرة للمواطنين الفلسطينيين في القطاع هي عملية أصبحت ممنهجة وتستهدف بالأساس القضاء على الشعب الفلسطيني، وأيضا وضع المجتمع الدولي أمام واقع تريد أن تفرضه إسرائيل، وهو واقع مرفوض تماما. مصر قالت أنه السيطرة على المعابر الحدودية يعني أنها دولة احتلال مسؤول عن على كافة أشكال الحياة داخل القطاع والمواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال، بالتالي يجب أن يضغط المجتمع الدولي في هذا الاتجاه ويحملها المسؤولية الكاملة. المسؤولية أعتقد أنها واضحة تماما ولا تحتاج إلى تصريحات، ولكنها تحتاج إلى أفعال حقيقية من جانب القوى الفاعلة، خاصة الولايات المتحدة التي عادت من جديد إلى التصريحات المراوغة اليوم في أكثر من مناسبة. أعتقد أنه هم يعلموا جيدا أن هناك اتفاقية سلام مع مصر مهددة بسبب هذه التصرفات، وأنه يابد من التحرك السريع لوقف مثل هذا التصعيد المرفوض إسرائيليا. نعم، شكرا لك الكاتب الصحفي أستاذ عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي.